عمت الفوضى مدينة حيفا بعد أن استعرت حرائق ضخمة في 4 مواقع مختلفة فيها. التهمت ألسنة اللهب أبنية بأكملها، واضطر الدفاع المدني إلى إجلاء 60,000 من سكان المدينة. وقد استقبلت المشافي ما يزيد عن 100 إصابة جراء استنشاق الدخان. أصدرت تعليماتي بإجلاء طلاب المدارس ورياض الأطفال أولا، وبعد أن انتشرت النيران إلى المنازل أجلينا السكان أيضا بالتنسيق مع الشرطة وفرق الإطفاء. نحن نتحدث عن كارثة غير مسبوقة. كافحت فرق الإطفاء لساعات من أجل إخماد الحرائق تساندها فرق من الجيش، ولم يستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تكون حرائق حيفا ومناطق أخرى عملا إرهابيا مدبرا على حد وصفه، رغم أن الحرائق اشتعلت أيضا قرب بلدات عربية وأخرى مختلطة بالعرب واليهود. هنالك حرائق اندلعت بشكل طبيعي، وهنالك أيضا حرائق متعمدة، ولكن ما من شك في أن حالة الطقس تساهم في مضاعفة وانتشار الحرائق. علينا أن نتعامل مع الأمر من كل جوانبه. ومع حلول الظلام لم تكلل جهود فرق الإطفاء لإخماد الحرائق بالنجاح، حيث اتسعت رقعتها بسبب الرياح الشرقية العاتية واقتربت من مرافق حيوية في مدينة حيفا. نستعد لإجلاء المرضى والعجزة من المستشفيات الموجودة في أماكن الخطر ونقلهم إلى مناطق آمنة. وقد استدعت إسرائيل مساندة دولية عاجلة لمدها بطائرات لإخماد الحرائق، واستنفرت جميع فرق الطوارئ والدفاع المدني استعدادا لأيام عصيبة آتية. تبدو إسرائيل أمام حدث خطير لم تشهده من قبل، وأفضل التقديرات تشير إلى أن فرق الإطفاء لن تتمكن من إخماد الحرائق المستعرة في كل مكان قبل منتصف الأسبوع المقبل. لياس كرام، الجزيرة، مدينة حيفا. כרגע האש הכי גדולה זה הצד
המערבי של שכונת הרכבת. כאן כרגע באמצע נראה שזה לא מטופל. אתה רואה את זה? יש כבאיות כאן. קיבלת 12 מטוסים, 10 ממגידו, זוג מחיפה. مات 7000 فدان من الأرض حتى الآن، وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها فقدت السيطرة على النيران وطلبت من اليونان وإيطاليا وقبرص وروسيا المساعدة. وقد أجلي أكثر من 12000 شخص من البلدات والقرى في المنطقة مع انتشار النيران عبر غابات الصنوبر الكثيفة تؤججها رياح قوية آتية من البحر المتوسط. وأتت النيران على حافلة وسيارة كانتا تقتلان حراس سجن وطاقم إنقاذ قبل أن تلتهمهما النيران. إننا نتعامل مع كارثة كبيرة بسبب عدد الأشخاص الذين قضوا جراءها، وهو مرشح للارتفاع. كما أن الحريق مستمر في الكرمل شمالا، وقد أخلينا عددا كبيرا من الفنادق والمنازل المجاورة لتجنب وقوع مزيد من الضحايا. كانت النيران اشتعلت في مقلب قمامة في تلال الكرمل قبل أن تزحف في كل اتجاه، وساعد في تأجيج النيران ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلاتها في هذا الوقت من السنة في إسرائيل، بينما كان الشهر الماضي هو الأكثر جفافا منذ 60 عاما. يولا زهر الدين، بي بي سي. Oh.